مماطلة إسرائيل في التعامل حتى مع رد المقاومة سواء السابق أو ربما حتى احتمالية المماطلة في هذا الرد الجديد؟ كيف سيتم التعامل باعتقادك مع أي مماطلة إسرائيلية، وأي مماطلة أيضا إسرائيلية محتملة أو متوقعة ربما في هذا الإطار؟ ما الهدف منها برأيك؟ هو كلامك ذكرني بما قاله وزير الدفاع الأمريكي بأنه لا يجب على إسرائيل أن تجتاح رفح، ولكن هناك أساليب وطرق أخرى ناجحة وأكثر عمقا وأكثر نجاعة دون الاجتياح. أنا هنا لا أعلم ما هذه الطرق، هل هذه التي حصلت من قبل يومين وهي الدخول وإنقاذ 4 أسرى وقتل 260 شخص والخروج، يعني في المتحدث باسم الخارجية الأمريكية لم يذكر حتى هؤلاء الفلسطينيين الذين قتلوا، يعني هو تكلم أن العملية ناجحة وجيد أنهم عادوا ونحن ندعم إسرائيل بعودة الأسرى بأي طريقة ما، وكأن حتى لم يذكرها على أنهم يعني أضرار جانبية. فأنا لا أعلم، المماطلة هذه لاستمرارية هذا الأسلوب بمعنى بقاء الاستخبارات الأمريكية مع الدعم الأمريكي والبريطاني في ملاحقة التواجد الأسرى، يعني ملاحقة المقاتلين في حماس وغيرهم، هل يعني هم لديهم معلومات بأن ربما المقاتلون أكثرهم موجودون مع الأسرى في هذه الزاوية في هذه المنطقة رفح وغيرها؟ يعني هذا خلوه يضع استفسارات سيئة الحقيقة ليست جيدة، لأن إذا قبل قليل يعني كما ذكروا على الشاشة بأن الولايات المتحدة الأمريكية تقول إسرائيل أو تدعم إسرائيل بأن صفقة التبادل أو صفقة الهدنة تقع على عاتق حماس، يعني أي خطأ أي خلل هو على عاتق حماس، يعني الشروط التي تفرضها إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية إذا لم توافق عليها حماس إذا على عاتق حماس، أو يعني تحميل الفلسطينيين أكثر مما هم يجب أن يحملوا، وهذه لم تعد مفاوضات. إذا أنت يعني تجبرني على ما تريده من شروط يعني أقرب إلى تهديد استسلام، ليس لم تعد مفاوضات، يعني بدأت الخداع الآن حتى في المصطلح نفسه. إذا أنت تقول مفاوضات أنا أقول لك تمام، هذا جيد هذا غير جيد، هذه هي المفاوضات، يتم المناقشة، يعني ورقة أولى تأتي بالرد ثم يأتي عليها ورقة رد من الطرف الثاني، هذا مقبول هذا غير مقبول، أو ممكن تبادل في بعض الأفكار وتأتي ورقة ثانية وثالثة إلى أن يتم الاتفاق. هذه هي المفاوضات. إذن أنت ما تقول أن تلقى على عاتق حماس يعني الأفكار أو الهدنة التي أقرها بايدن وأقرها الأمم المتحدة، وهذه لعبة جيدة، لكن أنا أظن أن رد حماس جاء جيدا بالموافقة على كثير من الأمور لم تتضح حقيقة، يعني لم يرد لها الكشف عن هذه الأمور، لكن غدا كل شيء سيكشف.